لليوم الثالث على التوالي استمر التراشق بالأحجار وزجاجات المولوتوف بين متظاهرين وقوات الجيش في محيط مبنى مجلس الوزراء. الأحداث التي بدأت بشائعة احتجاز واحد من عشرات المعتصمين أمام مجلس الوزراء منذ أكثر من شهر رفضاً لحكومة الجنزوري ما لبثت أن تحولت إلى اشتباكات دامية مع قوات الجيش أوقعت 10 قتلى ونحو 500 مصاب وأثارت قلقاً شديداً في الشارع المصري. والله أنا حاسس أن في أيادي خفية من مصلحتها أن البلد ما تستقرش، أن تبدأ دايماً نطلع من دوامة لدوامة، من مجلس الوزراء لمحمد محمود لمسبيرو، مش من مصلحتهم، مش عايزين بقى تستقر. لما الأغلبية الصامتة نزلت انتخابات طلعت ناس في التحرير مش عاجبها ان البلد تطلع لقدام. انا الصراحة مش فاهم، يعني انا ممكن اقول لك رأيي في اللي بيحصل في التحرير بس انا مش فاهم هم عاوزين ايه. الأحداث خلفت كارثة علمية بعدما احترق المبنى الأثري للمجمع العلمي المصري واحتراق 200,000 مخطوط أثري بينها النسخة الأصلية لكتاب وصف مصر الذي يعود لزمن الحملة الفرنسية. استحالة أن شباب الثورة يقوم بإلقاء النار على تراث مصر وحرقه وتدميره، ده عمل يعني تم التصرف فيه بتهور، وبرضه بيعني أن في أيادي بتحاول تخرب وتدمر جزء من ذاكرة هوية مصر. فيما أذاع المجلس العسكري مقاطع فيديو تظهر متظاهرين يحرقون عمدا مبنى المجمع العلمي، مؤكدا أن الأحداث وقعت بعد إطلاق الرصاص على القوات من جانب مجموعة من البلطجية والعناصر المستمرة في الاحتكاك بالجيش. أحداث مجلس الوزراء الذي يغلفه الظلام مثلها مثل أحداث كثيرة تقع في مصر عقب كل خطوة إيجابية كالانتخابات البرلمانية مثلا، ظاهرة أصبحت ملحوظة بشدة وتحتاج إلى الكشف عن حقيقة وهوية الأطراف التي تقف وراء تلك الأزمات المتكررة. هشام مهران، MTV، القاهرة.